انا الدكتور عفت نجا، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه والقدم والسكر بجامعه اسكندريه، ورئيس مجلس اداره مستشفى الاوعيه الدمويه في اسكندريه. هكلمكم عن اللايف ستايل موديفيكيشن. يعني ايه لايف ستايل موديفيكيشن؟ المودرن تريتمنت، العلاج الحديث في كل العالم دلوقتي، مش بيعتمد على الادويه اكتر ولا على الجراحات ولا على التكنيكس الجديده، بيعتمد اساسا على ازاي العيان يقدر يعيش في سلام بعيد عن مضاعفات الحاله اللي عنده، ونفس الوقت ازاي العيان يقدر يحافظ على نفسه بعد ما ياخد الادويه، بعد ما يعمل علاج طبيعي، بعد ما يعمل عمليه. ودي اللي اسمها ازاي انت تعيش حياه تتواءم مع ظروفك الصحيه، اذا كان عندك حاجه او عندك حاجه وراثيه او خايف يجيلك حاجه او عندك استعداد يجيلك حاجه من ايه الحاجه من امراض الاوعيه الدمويه. اكتر حاجه مشهوره في مصر اللي هي سداد الشرايين وتصلب الشرايين والقدم السكري والعمليات بتاعتها. الحاجات الاساسيه اللي لازم الشعب المصري ياخد باله منها، واللي لغايه دلوقتي احنا بنضغط عليها ونحاول نمرن الناس عليها، حاجات مهمه جدا جدا. اولهم السجاير. معظم المصريين بيلاقوا صعوبه شديده جدا جدا في ان هم يمتنعوا عن التدخين علشان ما تجيلهمش انسداد في الشرايين. طبعا دي تعتمد اساسا على الاراده والتعاون مع العيله، مراته واولاده واصدقائه مكان عمله. والكلمه الوحيده اللي انا بقولها في الحاجات ديت، ما هيش سهل ان انت تبطل سجاير اذا كنت انت بتدخن من زمان، وعشان تعرف ان هي مش سهله يبقى لازم تعمل مجهود واراده اكتر. نمره اتنين، طريقه الاكل، نوعيه الاكل اللي بتاكل، كميه الاكل اللي بتاكل، طريقه الاكل اللي بتاكل، عدد مرات الاكل. نمره ثلاثه مرتبط بالاكل هي الوزن. زياده الوزن يتبعه قله الحركه ويتبعه استعداد اكتر لتصلب الشرايين. نمره اربعه الرياضه. على الاقل كل واحد مننا لازم يمشي في اليوم على الاقل نص ساعه او نص ساعه مرتين. لازم تعرف كويس جدا ان المشي تاثيره على تحسين الدوره الدمويه والمحافظه على الدوره الدمويه في الاطراف 10 اضعاف الادويه اللي بتتاخد. اذا كنت بتاخد ادويه بس مش هتجيب نتيجه لو حضرتك ما بتمشيش. اذا كنت عامل عمليه علشان توسع الشرايين او زراعه الشرايين، العمليه دي معرضه انها تتقفل تاني لو حضرتك مش بتمشي. المشي باستمرار ده مهم جدا جدا جدا، وهو جزء مهم جدا بالعلاج. دي الحاجات الخمسه الاساسيه للوقايه والمحافظه على الشرايين الطرفيه. والسلام عليكم ورحمه الله.